الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي النار اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لنا برحمتك إذا سرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا أسيرا إلا يسرته ولا داعيا إلا أجبته ولا مستغفرا إلا غفرته ولا مسافرا إلا حفظته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها
ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأخواتنا ولأزواجنا ولبنينا ولبناتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لك الحمد أن بلغتنا الأسر الأواحم. فنسألك اللهم أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم إن كان هذه هي ليلة القدر فنسألك اللهم أن لا تحرمنا أجرها واجعلنا اللهم من متقائك من النار. اللهم آتك رقابنا من النار. اللهم آتك رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك ومنك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.